استقبلوا مع بعضنا بكل حب الممثل محمد مراد. مرحبا بك. عسلامة سيح. صباح شحويلك. بس عليك الحمد لله. بيه شحويلك انت؟ والله سبا السيف كيفاش بدي معك؟ مزلت والله مزلت ما بديت فيه برش. وحيدة انت من الناس اللي تبرمج سيفك ولا كيما جيت؟ لا كيما جيت معنى عادي ما تقولش ما نحبش يتبرمج. لا نعم الجمعة وكذا. لا ما ديت عديت بيه الفترة متاع تحضر باش تاخو كونجي متاعك والكل خدمت معنا خفيف اي خفيف مشيت فيها اي خفيف عملت عامك هيك من بعد ما حسيتها مش جو مش جوي برشا ارتحت لما حد باهي برشا باهي بحكم اللي ديكالي بتبيع الروبريك باش تلقاها الكل اللي فيها بياور نحكي ولا الضحك. واول سؤال كالعاده كيف ليزانفيتي الكل شنو هو الحاجات اللي تضحكك؟ شنو هو الحاجات اللي تضحكني؟ اسمع نتفرج برشا في الفيديوهات هذاك الميكرو تروتوار هاي دونك اللي قاعدين يسيروا في تونس الحقيقه عندنا برشا معناتها سما انسبير على الاخر ثما بيت فينومين تلقاه في سيرتو في محمد الخامس ولا وحدي بورقيبه وهذوك فهمت معناتها بالحق هذوك مثلا من الحاجات تو هكا كي قلت لي معناتها طول جاوبت هذوك يضحكوني على الاخر ولا معناتها نرقى فيهم حاجات انتريسون فهمتك. باهي اول جو معنا تو بعد السؤال هذا اللي هي جو الحب. باهي تتفكرش اول قصه حب قداش عمرك؟ يباز في المكتب. في المكتب بديت في المكتب وتتفكرها انت خاطر توا لمعه في عينيك تفرجوا فينا في موزايك لمعه مش لمعه موزايك فين بونيت تجبو تبونا صوت وصوره انت وقتها في المكتب معناها بين 6 و 12 سنه كل وقتها بديت كاتريام سانكيام اني اي بديت توعى شويه هكا فوالا تتفكر للديتاي نتفكر للديتاي كنت تقرا معاك ولا جارتك ولا كنت تقرا معايا وجارتي زوز اسمها سونيا هي اسمها سونيا بيت السلام عليك تصبر مازال كونتاكت ولا لا جمله اوكي ولا معني كيفاش نجم تصنفها قصة حب مثلا علاش شنو ما كيفاش نصنفها شنو هي كنت تعمل مثلا اذا كنت تروح انت وياها كنت تفطروا بعضكم كما جاوا هذيك كنت انا نحب على روحي ما تحبنيش وكا هذيك العلاقه هذيك هي العلاقه نغزر لها من طرف واحد من طرف واحد وعلى روح ما انت ما رضاتش بيا ندخل معك اكثر هل انت كنت من العبيد اللي مثلا تحكي لعائلتك لاصحابك على الحاجات هذيا ولا كنت سكوت يعني اصحابي عائلتي امبومو كيف معناه لا ما اصحابي يعرفوا ما انت يعرفوني بالكدا يعرفوا بيه واش كانوا يقولوا لك شجعوك هكا باش تحكي معاها باش تسمع في الوقت هذاك ما ثماش تشجيع ثم يسمعك يتمنيك عليك ها ونصور اي يقول لك هكا يستهان بالمشاعر نتاعك اكزاكتومون بعد انت تروح لدارك هكا تقعد تخمم وحدك ولا تبكي ولا تكسر راسك انت عشت بصاله ذوما في المكتب معناها على بكري هكا على ما خذيت على بكري مش هاني تو الحمد لله جاوبي تو منظم تو امريكا جايره نمشي تو نبعدوا من المكتب شوي اول رونديفو معناها طفله كلمتها وباش تخرجوا تتذكروا ذا ولا اي بطبيعه في كوليج هذا في الكوليج كرابيد انت ما تقول لي في اللي ساعه عرست معناها نستنى هكا معناها نستنى في بالعكس انا بديت انت بديت من المكتب اول رونديفو قهوه مشيت عملت قهوه ولا سيني هاي سيني وساندويتش هاي حلو منزاسيس منزاسيس قريت منزاسيس انت دونك اي قريت مزا او كوليج مزا 5 وبعد ليسا مزا 6 مالي في الكوليج وكيف كيف معناها ما تنساش سارة كور جاية تكور على الاخر بالحق كيفاش تكور تكور طويلة وتكور كانت هكا نذكر تو نسيتها ما عندي سنين فهمتك اي طويلة وتكور رياضية رياضية واضح نمشيو رياضية مش مشكل به شنو هي هكا الحاجات ما نعرفش ابار سينما قداش دامت هكا العلاقه قاعد بكدا ولا لا ديما حكايه فارغه ديما تاع شهرين ثلاثه معناتها ديما في الخفيف شهرين ثلاثه بعد تنام ما دام حكينا على الليسي نمشيو لنال محمد والليسي شنو هو البروفيل نتاعك في الليسي هكا العاقل قرايم مشاغب تشوش برشا صاحب جو فدليك جبد روحك شنو هي الليسي منزع سيس كيفاش كنت فيه الحقيقة ما كنتش كل هيج برشا كنت نعمل شوية عمايل ديزون بروميير دوزيام اني كنت متوسط ومن بعد في الادوليسونس اسمع كيما اي بروفيل نتاع واحد في الادوليسونس الحقيقه ما انت هكا بديت نفهم وبديت نخلوط فيها شويه ودوبلت دوزيام اني سيونتيفيك بحكم الفوضى سيونتيفيك مش فوضى اي عملت لا عملت سيونتيفيك بعد بدلت ايكونومي دونك عملت دوزيام اني ايكونومي جيت الاول جوست ابري معناتها دوبلت عام ناول العام اللي بعده جيت الاول وكهو كان من المشاكسات معناتها اللي كنت فيها يعني لسي منزاسيس سالم برشا عندي بس حابي قراو غادي أنا نسمع أساطير غادي برشا شفتوا العمايل متاع دخلت الباك بيان سور دخلت لا ذوك عادة من غير ما نحكيو فيهم لا ذوك أكيد فما عملة تتحكي صارت عامة الباك متاعك مثلا عملتها ما نعرفش أنا في المكتبة قلت في المكتب في الليسي ولا فما عاملة ما تحكيش وجهك قال لي ما تحكيش والله الحقيقة هو تيش صغر هو رأيت هي كانها قضية تيح بالتقادم نتصور بالحق نورمال مو أنا مش محامي صدقنيش بعد راه اللوطة تلقى حاجة ولا خطير 2009 هذه 2009 2009 أسمع قبل مو باك سبور وكل شيء كنا لازم نحضروا له معناتها باك سبور كيفاش تحضير في الأيامات هذيك عندك تشري فلامات هاي وتاخذ الاكسنكتوريت
زيكسانكتور هذوك الاحمر دونك كنت لازمك تدبر راسك معناتها كيفاش واضح واضح دونك تعدي لك صاحبك ولا زوج صحابك تعدي لك بالكهرباء نصفي الليلي ونبداو ندورو معناتها نلقاو شي اكستنكتور هكا فهمت تدخل ريزيدونس في بلاص كيوسك حاجه هكا فهمت دونك كانت بالرسمي وقتها مغامرات منعنا يا مره شعر تشدينا منعنا ما عندي شكون تشد معناتها من صحابي ما كان بدي نعرف شكون تشد وما غير ما نحكي اما كانت بالرسمي هذاك الماكس نتاع الشغب معناتها واحد بالحق عندي جو جو باكسبور هكا باكسبور واحد يسرق اكستنكتور من كيوسك فهمتني وراجل خالط عليا يجري وانا طايح وحاسي له معناتها كانت هذاك الماكس معناتها باهي فما سؤال انسبيري محمد مراد من المسلسل اللي كنت فيه اللي هو فلوجه كانت فما استاذه تعجبك استاذه تعجبني بطريقه فلوجه على طريقه فلوجه لا الحقيقه لا لا هاك عجبتك جاي في الفاك في الفاكولتي في الفاكولتي اسمها بالاز زيدا ولا لا 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 كيما سونيا وسارة بالاغ بالاغ خلي على روحك بي ومورا معرفة وحدي معناتها وكل عادة من طرف واحد هي ديما طرف واحد هي ديما طرف واحد انا جوي غادي في طرف واحد طرف الواحد تولي زوز اطراف ما متعجبنيش اللعبة اي لا لا مش جو اي فما سؤال مهم زيدا نعرفه محمد اللي اي تلميذ ولا طالب في الفاك ديما عنده التربيج هي انت هكذا اسمك محمد وقعت لك حمى لا انا من الكوليج ثم تربيج اسمها قشطه هاي قشطه عيطولي دونك حتى شويه في الدومين يعرفوا لي انا اسمي قشطه وكانت كيكا معناتها تربيجه مليحه اوكي مليحه في الكوليج دونك تبعتني حتى كشي للفاك لتوا معناتها عيطولي كنت راضي عليها التربيجه ولا هي ما كانتش ماهيش بيجوراتيف دونك ما كانتش مقطعه احنا عندنا مع التربيجات راه حتى اللي يسمعوا فينا توا عندنا ساعات ثم تربيجات تحطم تلامذه بيان سور ما عادش يظهر ثم تلامذه تحب تقولهم انا مش للايكات تسمع دونك خاطر كيفاش يقولهم مش باش يعرفوا بعضهم مش قضايا تولي الدنيا هي ريت حتى كعبوره بركه مثلا عندنا برشا صحاب معيطولهم كعبوره كعبوره راه وصلنا مثلا احنا مع اصحابي كعبوره بعد تولي في عمر معين عيب معناتها راجع عمره 35 سنه وقدام اصحابه نتاع الخدمه جيت عاتلو كعبوره فهمت تحس هكا دي ريفليكس لازم يتنحى معناها باهي نمشيو للجو اللي بعد هي جو الكاستينغ باش نعطيك سيناريوهات وفي كل مره انت باش تكون البطل تاع الفيلم هذا في كل مره باش تسمي لي الممثله اللي بتشارك معاك في بطوله الفيلم سولون سيناريو خامه معاك الممثلات انت تعاملت معاهم ولا اللي تحب تتعامل معاهم ونبدأ الأولاني هو قصة حب عنيفة تحبوا بعضكم برشا يا أخي مشيت أنت عديت عام جيش كي كملت هي لقيت عرس بولد خالتها اللي يخدم في فرنسا كي كملت أنت العام هذاك فهمت وكهو تحتمت برا قولوا نحن دور ولد خالتها وظافر العابدين شكون الممثلة اللي تراها شكون الممثلة اللي تراها معاك في الدور هذاك حبيتها برشا من بعد عرس بواحد وخلتك أنت هاش علاش هكا توا سوغلوكو جاتني ساره 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 تقوليش هذه نتاع المكتب لا 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 هذيك مش ممثله ساره حنيش حنيش اي ساره حنيش عليك ميرسي عايش لا بالحق هكا باغي فليك جاتني ساره حنيش ساره حنيش في الدور هذا بي حلو حلو برشا نمشيو الفيلم اللي بعده فيلم اكسيون تمثل في دور جاسوس اسبيون مشى لامريكا باش يجيب لنا سر القنبله النوويه ومعك جاسوس الزده التونسيه فرد بروموسيون قرتوا بعضكم على جوسف معاد العالي جوسف في تونس نعرف شويه ما ثم منه شكون الجاسوس هكا تراها اللي هي ممثله خلي نقارن شويه كالا انجلينا جولي شويه المراه اللي في الاكسيون هكا تحسها في الاكسيون مريم اسمها مريم ومثلت مع عزيز جبالي في مريم في فوندو مريم تركي مش فوندو مثلت في براء في براء مريم تركي مريم تركي مش نجاوبك على هكا اول تصويره جيني معناتها باش ما نكسرش راسي مريم تركي تحس بروفيلها شويه ما عرفش علاش هكا قلت لي جاسوسه وكل شيء تنجم تجي نمشيو الفيلم كوميدي والناس اللي تقول راهو محمد مراد ما عندوش مع الكوميديا راهو تفرج فيه في فيلم وه وضحكنا نتذكر وقتها معاك تشكيله عظيمه وقتها تبارك الله كاستينغ هايل برشا كاستينغ هايل 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 وقتها نتذكر جاو عليه الفيلم كنت العويق هكا العويق فتح فيلم راهو مزيان مزيان على الاخر الفيلم بالحق حاجه ياسر مزيانه نحكيو على فيلم كوميدي اخر وانت تمثل دور حفيد مشى يسكن مع مامته صعيبه برشا وتحب تعرس له بالسيف شكون الممثله اللي تراها في الدور هذا تاع هكا مامتك غرامير انا مازلت كي عرضتني زهيره بن عمار هاي هاي برشا عندي بالسنين ما ريتهاش عرضتني قلت البارح ولا في المونوبري بالحق ياسر نحبها وكيريتها توحشت اللي خاطر بالحق بديت معها هي في نعرة الهواء كنت ياسر معناتها نحترمها ونقدرها ومعناتها كنت منبهر حتى مثلا نبدا نخدم انا وياها كنت منبهر بها وهي تصور وهي في الاوف معناتها بدات هي من عز معنا في العزمة ثم تبارك الله وتربية واخلاق ومعناتها وفن وقامة كبيرة ياسر واستاذة زادة تأثر زادة نسلموا عليها برشا نمشيو الفيلم اللي بعده هذا فيلم ماكسيون ويضحك شوية عرفتك الجو هذاك تاع نتفليكس انت وزوز اخرين مرة هذي تقول له طفلة تعملوا في عملية تحايل كيفاش تدبروا ريوسكم في الاخر زوز الاخرين باش يعرسوا ويهزوا الفلوس الكل ويصبوا بيك شكون اللي تراهم في الدوره هذيه عزيز جبالي في الطفل عزيز جبالي صبيك
ايه ممتاز. عنا عزيز انت وانا محمد براد عزيز جبالي وقعدتنا الطفل وميمة بن حفصي. وميمة بن حفصي اي ولا احلو ليه بيه ولا يبيه. ممتاز ممتاز بيه شايت معاك مشيت موسيقى نكتبوا نكتبوا انا حاضر انت حاضر انا حاضر عنا روس اقلام امورنا واضحة امورنا واضحة بيه نمشيو شوية موسيقى باش نعملوا كويس تو باش نسمع ثلاث اغنيات انت توا خاطر هكا بديت شويه تدخل في الموند نتاع دي جيينغ بدينا نشوفوا في محمد مراد شويه مغروم ماي مغروم شويه بالموسيقى باهي علاش نقول معناتها انا مثلا من اللي اكثر انسان ما كنتش هكا تصدمت مره دخلت سهريه نلقاها يدسكر اللي هو نجيب القاضي مثلا نجيب القاضي ما كانش في بالي راه انا فيك نجيب القاضي يبدا في معناتها في سهريه يبدا يدسكر بروفيل اخر على الاخر معناتها حاجه كبيره ياسر معناتها نظهر لي باهي واحد يكون ابريتو فن معناتها واحد مغرب حاجه علاش ليه معناتها بالضبط نمشيو توا للكويز اليوم بحكم الدي جي باش نسمعك اغنيه في قلب الدي جي لازمك تطلع باهي معناها هما صعاب شويه من ضحكتك حسيتهم مستحيلين مش صعاب هما صعاب هم مش برش باهي تراه الاغنيه الاولى شكون اللي يغني بنت الحي بنت الحي مثل الحي سمير لوسيف سمير لوسيف باهي هاي امورنا واضحه امورنا الاولى هنا خطفت باهي اللي هي نورمالمون نورمالمون طلعها نورمالمون وتزعزع خاطري نصلي مش خالد شب ميمي ميمي هذا هي ممكن تقعد لنا توا اخر واحده ذي بالحق كيس انا بدي ما انت بيدك انا فيك تشالنج باهي مش يقعد هكا هو يقعد يعايد برشا مش هكا نذكره قصير وايه قصير وابيض ذكي ولا كيفيه مش ابيض برشا مش ابيض برشا ليه ما نعرفش الحقيقه حبيبي روح سمال هذا حميد الشاعري حميد الشاعري فنان هو مش مصري من ليبيا هو انت ما تعرف لا ما نعرفوش من مصر صعبت عليك لا على الاقل مش باهي واحد كنت جايك شنو اسمك؟ محمد مراد محمد مراد باش تحافظ على نفس الاسم باهي فما السؤال هذي ما نحب نسأل لكن قابل عبد داسكر سيرتو من صحابي حتى ساعات قولوا فما لي دي جي يحب شكون بدا يدسكر وبداو دايرين به العبيد فما دي جي اللي يحب يروحوا سولو معنا انت شنو هي تفضل لا نحب يضربوا بيا العبيد عامل بونكيف لا بونكيف هو جو كيكه معناتها شويه ضحك شويه شتيه شويه انت قلت بديت تكزيرسي فغرامك شويه كرة بالك باش يجيو كعبيد انت مثلا نقولوا نحن باش تبدا الدسكر مثلا مع 9 نتاع الليل هي محمد مراد فرضا وصلت النص الليل فما ناس مش باش توصل معاك نفس المستوى سيغمون يتقاطعك 20,000 حط لي بلتي فهمت باش يعرضوك باش ناخذهم ومول باش نطفي الضوء حاول ما تتفجعش لا ما دامنا في السهريات نمشيو لجولي بعد هي السهريه باه تخيل معايا انت عملت سهريه في دارك عندك دار كبير عريضه قعدت كيف باش تعمل سهريه في دارك نتخيلوا لي بروفيل اللي انت في اصحابك توا وتسمي لي العبيد اللي هكا ولاد دومين معناها اصحابك انت شكون اللي يجي ديما بكري ديما الاولين وين نقنقك في التليفون تلقاه بدا يكلم فيكم وينكم بالواحد بالواحد من الدومين من الدومين معناتها شكون يقنقن و نضال مثلا نضال ياسر بونكتويل ياسر نضال سعد ياسر خدام دوك نصوروا من العباد اللي كان عطيتو رونديفو قال لي باش نجي باش يكون من الاولانيين معناها شكون اللي ديما يجي مخر ديما يجي مخر ديما روتارك جهاد عندك اوبسيون واحده تقول انت منهم يعني تختار روحك اي بيان سور لا انا ما نجيش مخر ما نعرفش علاش جهاد شيرني عمرو لاريت وراه جاي مخر ما نعرفش علاش حسيته ينجم يجي مخر انا ساعات كمل ايميسيون مخر دونك نمشي مخر نلقاه جاي معايا فرد واحد دونك نحس جاي مخر شوي ما نعرفش علاش نحسه هكاك ما عنديش فكره من نحس هكاك شكون اللي تلهي بالموزيكا انا انت باهي انا الاوبسيون ديكتاتوري في الحكايه شكون اللي ديما يطيح حاجه ويكسرها اللي بلابزي في السهريات تلقاه ما نعرفش زلق طاح ولا فوضى ولا ياسر هكا ولا تعدى بحث الباربيكيو معناها كبها الكل بالفحم نتاعها فما لي بروفيل هذوما هذا عندي صاحبي كعبور كعبور سلموا عليه برشا سلموا عليه برشا كعبور هو تبارك الله عليه اي معناتها بالرسمي يروح وسال مالادريس اللي عنده تبارك الله حاجه موهبه واما تبارك الله خارج عليه معناتها وطفل الحلو برشا سلموا عليه برشا سلموا عليه شكون اللي ما يروح كان ما يطردوه ده سيئ انت باش ترقد باش تلم الدار باش تدخل على روحك صاحبي واحد اخر هذاك مهدي هذا ابو خريس بالرسمي مهدي ابو خريس هذاك اللي يصدم عليك هذاك اللي عرفت يعيش في باريس يكلمك الاربع تاع الصباح فيديو فهمت انت في بيت نومك راقد يحب يجي بحذاك معناتها كيكه معناتها فهمت ما عنده حتى ريبير ما يروحش ما يروح معناتها تقول له روح يقول لك ليه خلينا نزيد شويه يجيب صحابه يقول لك يجي واحد يجيب 18 ما عنده حتى مشكله سلم عليه برشا مهدي سلم عليه برشا شكون اللي يهز النوم في ساري
نجم تسمي بنات ولاد اللي هو معناها اي شكون يهز النوم في السهره حبيبه صح نكمل صحابي يلا نكمل صحابك حبيبه حبيبه اللي زنوم في ساعه حبيبه ذي عندها معناتها عندها اقوى عندها طاقه كبيره في انها ترقد في اي سيركونستانس في اي بلاص والله الناس هذوما محسوبين والله معناتها نجم حتى ترقد واقفه فهمت ما عندها حتى مشكل ولا يعطيها صح به شكون اللي فساد نجم يكون جارك تحب تسميه سميه يعني شكون اللي فساد في كل مره يقول لكم نقصوا من الحس عرفت ساعتها كيف القاعده او نحاول نتخيلوا شويه حتى مع المستمعين معنا محمد برادي بدا قاعد لم اصحابه ثاني وفات الموسيقى حاطين كلبه في الكي جي بي بجنبكم قاعدين وتبداو تحكيوا مع بعضكم ديما فما واحد في الوسط يقول لكم اسمع الاولاد طايحوا راهو الجيران فهمت فما عبيد هكا مشكله انا ذاك انا شويه انت عندك هكا اي انا كلي ديما زعما معناتها انا راعي الظروف الكل مش لازم نتحلوا بالكدا انا نعملوا في الحصه ما مش برشا معنا به واضح نخدموا باخر جو جينيرال مو كي تمشي في البرامج انت مش اول مره تمشي البرامج ديما يسالوك سؤال انت فاتت احلامك مواصفات فتاة أحلامك وش كوني وسمي لي أنا مش نسألك عن مواصفات عبد آخر جملة اليوم أهم من فتاة أحلامك وسمحني كان نقول لك هيك لا لا بالعكس أعطيني مواصفات دار نسيبك دار نسيبي دار نسيبك فيش تحبهم يكونوا مستقبلين ولا كانوا موجودين ما تميش مثلا أمور علاقات تحبهم كنوعية كتمشي لهم برا في الجمعه ولا وماذا بيك باقص خطوه الحقيقه نحب نكون انا اللي مسيطر معناتها على الوضع ومعناتها انا اللي نقرر ماذا بيا نكون اصحاب انا وياهم ما في الابسولو ماذا بيا نكون اصحاب انا وياهم دونك تولي حكايه معناتها نمشي وقت اللي عيني باش نشوفهم يجيو ومرحبا ما نحبش كل علاقه ياسر ياسر اوفيسيال بارتاجي ماتش كوره مع نسيبك نتصور سبتم الأول وانا خاطب كيف دوت جمعيتك وانا خاطب وانا مزلت العام الأول نتصور اي بارتاج في الخطبة نورمال اي اي ما تبدا مزلت هز في القفة في العرس باش تنقل باز في العرس كاو في الموضوع بي في ال ما نتفدك اللي مثلا ثم عائلات يعني هم عادية لا نحكي كله هو طبيعي في الاخ ثم عائلاتك اللي يس تحس فما يتيكيت وانا ايتيكيت كي تمشي باش تعشى تلقى ثم ستة فراقت منه وثم ستة سكيكن وتلقى لصحن وتبدا بهذي وكذا فما العائلة اللي عادي معناها نورمال كيفاش انت يعني هم تفضل ماذا بك انا ماذا بيا اللي ندخل كنحل الفريجيدير فهمت اي هاك المرقه سخنها وش بيك جي توا وجيب معاك قضيه وفهمت كل من نهار الاول وش بيك جاي يديك فارغه معناتها طول يتكسر حرف الحرف اليجور ماذا بيا هكاك ماذا بيك بيه مريق على الاخر مريق على الاخر مالك هو هذاك هو دار نسيبك وهذوكم هما دار نسيبي ربي يخليهم لي ميرسي بوكو هو مازالو ما ثماش هو خاطر ديما في الاسئله هذه يقول لك فتاه احلامك وما يعرفوش الناس الفتاه احلامك راه باش يجيو مع دار نسيبك مربوطه ياسر ومربوطه ياسر بيان سور وبنات عماتها بالاكش كان بنات عماتها وكوزينتها اهم مش حتى من نسيبي معنا العائلة العائلة القريبة ذيك بتحط خاطر تحطهم في مكتوبك سيبهم ذيك ما عاش عندك حتى مشكل بيه. وانت تخاف مثلا ذي سويل هكا من وحي اللحظة ثم عبيدك اللي يخافوا من المهنة متاحهم كي يدخلوا في العلاقات الرسمية ثم عبيد تخاف شو معنى انت خافوا من مثلا ثم مهن اللي هي مثلا انا خدمتي في الراديو اللي خدمتي كممثل ثم الاعمال اللي سامحني هكا بين الظفرين يقولها برشا وجيعة ماذا بيه مقولهاش هي الاعمال اللي تحسها مش مضمونة ساعات اي مش مضمون في حيط الحقيقه قبل كنت هكا نخمم فيه الموضوع ما توا لا ما عادش تخوفني الحكايه خاطر نقول اللي وبير ديكا واحد اللي يتسادابت لاي سيتواسيون والفايده تخدم انت على روحك على الاسبري نتاعك كيفاش تخمم كيفاش تجيري لي سيتواسيون لي زيفينمون ومن بعد تقول اللي يصير خلي يصير معناتها غيان دو غراف مش واحد لازمش تخمم فيه اكثر من لازم معناتها الموضوع باخر سؤال نخدموا بيه من محمد مراد في فلوجه في فلوجه ديما احنا عندنا في تونس شخصيه اللي ديما بعد في الشارع هكا مثلت شخصيه دي عبد القادر كادور في فلوجه اللي هو الفارماسيان اللي يبيع في الدوي في الادويه ما نذكر له فارماسيان الفارماسيان ديما تلصق للشخصيه نذكر انا مره هذه انت نحكي لكم انيكدوت مره وقتها انا قريت في ليسير دو مارسي متعدي وقت عاطف بن حسين تسلموا عليه برشا عاطف بن حسين وقتها بيريود مكتوب معنا ليسي كامل والله يا محمد ليسي كامل يعمل كان نفخة متاعه وذيك ورا هو تفجعت خل بعض ورا معناه هل عشت هذا معناه انت فما عبيدك انت عارفكش هكا كادور صح كادور بيان سور بيان سور تاو فماش حويجه صحابي كلموك هكا يقول لك فماش هكا باكو دوي حاجه صحابي المسطين اي المسطين اما صحابي اللي ماهمش مسطين ما يقولوليش اما سورتو العبيد اللي اول مره وبالحق سنه اكتشفت برشا ضمار عند الكبار في السن نساء ولا رجال معناتها نورمال يجيني راجل قهواجي عمره 75 سنة يا مثميش حويجة مثميش شوية فهمت شوية ما تخايف انت بيدك معناها ليه ما توقف غاديك بس ويرا ما تفدليك معناتها سنس بها بالكدا بالكدا معناها سامباتيك ميرسي بوكو محمد مراد كان ضيف اليوم الانترفيو كاملة تلقاها على يوتيوب راح تبرش اللي جيت اليوم محمد عايش حتى انا والله حتى انا وقت ما تحب مرحبا بيك